إذا المعكرونة شنو هي المقادير اللي غادي نحتاجوا ليها؟ المقادير ما تنحتاجوليش بزاف، هي شنو غادي نحتاجو؟ نحتاجو لاصوص اللي غادي تمشي معاها. حنا المشكل ديالنا هي لاصوص، كيفاش نصوبوا هاد لاصوص؟ لاصوص هي غادي بحال غادي ندير بيشاميل وغادي ندير لا بيشاميل او كريمه، والطريقه ديال البيض نديرهم في طريقه واحده، يعني عوض ما نديرو البيشاميل ونديرو الكريمه ونديرو الحليب، انا كلشي هادشي غنجمعو في طريقه واحده. اول حاجه اللي غادي يكون عندنا شويه ديال الحليب، شويه ديال المقادير تلقاهم بطبيعه الحال على الشاشه، جوج البيضات، واحد العشق نص عشق ديال هادي لا موطاغ وي، واحد 50 غرام ديال الزبده، واحد 50 غرام ديال الدقيق، شويه ديال لا شابلور، واحد 200 غرام ديال القرعه، 250 غرام ديال المكرونه، وهنايا تيخص لي واحد 100 غرام ديال الجبنه. هنا اللي بغى ينقص ينقص، اللي بغى وشنو تنحتاجوا ليها؟ الملحه والابزار وشويه ديال الزعتر. والطريقه سهله، اول حاجه تنديروا الماء تيسخن مزيان وتنكثروا فيه الملحه، ما تخافوش، لان بشحال من واحد كيقول لك غادي نكثروا الملحه تجينا لي بات مالحين. انا تنقول لكم كثروا الملحه، وسيرتو الا كانت الملحه الحيه او الملحه ديال البحر ديروا فيها، لان ما كتشد لكمش في لي بات، لان اون فوا لي بات ولكن ما درناش عاود الملحه تجي بسلا وما ديروهاش تحت الماء. وكاين واحد الطريقه اخرى اللي مهمه خصهم يعرفوها، ان مثلا حتى نساو حنا الوقت، ما نفكروش في الوقت في لي بات، لان هادو بزاف الاسئله تيجوني كيقول لك اودي حنا ما تنعرفوش 7 10 دقائق وما تنعرفوش لا تومبيراتور ديال الماء وكذا. انا تنقول لكم واحد الطريقه اللي هي مناسبه وسهله، ملي تاخذوا لي بات وكيكون الماء سخون تنحطوا لي بات تيطيبوا، تنساو هنا تنساو الوقت، ما تنفكروش في الوقت. علاش؟ لان هنايا ملي كيبقاو يطيبوا لي بات كيطيبوا، اون فوا تشوفوا داك النشا ديك الرغوه البيضاء بدات كتطلع الفوق صافي راه طابو، خرجوهم وصفيوهم ودير عليهم زيت العود وخليهم يرتاحوا. ما نديرش عليهم الماء بعد كما قال الشيف، اي تنخليهم يطيبوا واحد المده ديال كما تنقول خلي حتى النشا تيطلع مزيان، ها هي ديجا طابت لينا. هنا شنو غادي نرجع؟ غادي نرجع غادي نطيب لاصوص. لاصوص كنهز واحد 50 غرام ديال الزبده. هاد الزبده علاش درت الزبده؟ لان الزبده هي لا تواتي ليا مع القرعه وغادي تعطي ليا واحد قرعه حمراء، قرعه حمراء، وما تخلوش الزبده حتى كتذوب ديريكتومون باش ما تطلقليش داك الحليب. انا بغيت الزبده في الساعه تخلط ليا مع هاد القرعه هادي، لان هادو من لي تكنيك، هادو من الاسرار ديال الطبخ ديال لي كويزين اللي كنستعملوهم بزاف في لي ريستورون، باش ما وحتى الا بقات لكم شويه الزبده ما فيها باس ديروها هنايا. علاش؟ لي ماكارون كيكونوا شويه فيهم النشا اكثر من الاخرين وما تنعرفوش باش مصايبينهم، دونك ما فيها باس الا درنا هالطريقه هذه. وهذه الطريقه اللي درنا ديال الملح عامره بالملح، لان الملح خاصها تكون. وكاين واحد الطريقه هذه اللي درناها كنديروها حتى مع خيزو، لان سولوني بارفو خيزو تيجيهم باسل وبارفو ما تعرفوش. خيزو ملي تتشدوه خيزو بحال هكذا، عوض ما تقشروها ما تقشروهاش، تنشدو داك الجاكس داك الخضر وتتحك. وملي تنطيبوها مثلا في الماء، طيبوها في الماء، ديروا معاها شويه ديال السكر وشويه ديال الزبده، صافي فقط، وكيعطيكم واحد المذاق هائل. دونك تنخليو هذا، كنرجعوا للسميتو ديالنا، القرعه تنبقاو نسموها بحال هكذا. من بعد تناخذ الملحه والابزار، وهنا تناخذ شويه ديال الزعتر اللي هو الاوريغانو، تنخليه تيطيب واحد المده ديال 10 دقائق بما تيشد راسو، ما خصناش نطيبوه بزاف، الا طيبناه بزاف غادي يتحل وغادي ما غاديش يعطينا داك ما غاديش يعطينا داك الكويرت غادي يذوبوا. دونك غنخليوه يطيب حتى كيرجع لينا بحال هذا الشكل هذا مربعات. واضح. دونك هنايا خصني غادي ندير لاصوص ديالي، لاصوص اللي هي مهمه في هذا الشيء كله، وهو كناخذ جوج البيضات، كناخذ جوج البيضات تنضربهم مزيان، تنضربهم مزيان مع شويه ديال لاموطاغ. هنا لاموطاغ كاينه، هاد لاموطاغ نورمالمون كاين هذيك لاموطاغ فرونسي اللي كنلقاو فيها الحبيبات، هذيك لا نديرو هذه اللي كاينه كنحطوها هنايا، وتنبقى نضربها حتى كيتجانس هاد لاموطاغ مع البيض. ونحاول ما امكن هاد الشيء هذا نديرو بيديا، ما نديروش بالخلاط الكهربائي، لان البيض هنايا ما بغيتوش باش يولي بحال الماء، يعني خصو يكون شاد باقي راسو. من بعد كنزيد الحليب، الى 300 مليلتر ديال الحليب اختي سميره، الطريقة هذه طريقة صافي؟ لا غير زيدي ماشي مشكل، ديك 300 مليلتر اكزاكت. دونك تنديرو هنايا، من بعد تناخد الدقيق ديالي تندير شوية بشوية، حاولوا ما أمكن الدقيق تبقاو تصفي يعني تغربلوه واحد 50 غرام باش ما يكونوش ذوك الكويرات بحال الطريقة هذه. هنا كتجمعوا كل شيء، كنجمعوا لا بيشاميل، لا صوص بلونش اللي هي كنديروها بالكريمه،
واحد 50 غرام حتى كتجمع مزيان، كتقال لينا واحد شويه. حنا موالفين تنديروها باليد على هذا الشكل هذا. صافي اختي سميره، تنجمعوها مزيان حتى كيتجانس هذا الشيء مزيان. من بعد تنزيد عليه القشده الطاريه، كي كتشوفي بلات كتولي ثقيله شي شويه لاصوص. من بعد تناخذ شويه ديال المليحه، ولا كان اللي بزار ابيض من الاحسن يستحسن. تنهزوا شويه المليحه بحال هكذا، لان ديجا راه درنا الملحه هنا ودرنا الملحه في القرعه ديالنا بحال الطريقه هذه. من بعد تناخذ الفرماج حتى واحد 100 غرام حتى هو، تنديروا بحال الطريقه هذه، كنبقى نجمع فيه. هنا ما نحاولش نهرسو، نخليه مجموع شي شويه، لان مازال لان الفرماج ملي تيذوب تيبقى يتعلق لينا وتيعطينا ديك دونك بحال الطريقه هذه. شنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا لو بلا فاش غادي نخدم. تنهز بلا غراتان ناخذ، وي بلا غراتان كناخذ البلا بحال هذا الشكل هذا. هنايا كناخذ لي بات لي ماكاروني خص يكونوا ديجا طايبين، تنصفيهم مزيان وتندروا عليهم شويه زيت العود الطريقه هذه. وهنا ربما نقدروا نطيبوا لي بات ونقدروا نخليهم 3 ايام في الثلاجه، غير خصنا نغطيهم مزيان 3 ايام 36 ساعه، وبارفوا تيبقاو لنا حتى 6 ايام على الطريقه ديال التحفيظ الا كنا كثرنا فيهم زيت العود وما طيبناهمش مزيان، لان بارفوا كنبقاو عندنا في الثلاجه وملي كان ملي كنجبدوهم كنطيبوهم كيتعجنوا لان طيبناهم اكثر من القياس. دونك حاولوا ما امكن دائما نطيبوهم غير نص طيبه نص طيبه، تنديرهم بحال هذا الشكل هذا. تناخذ القرعه تنستها بحال الطريقه هذه، تنبقى نخلط تنبقى نخلطها بحال هذه الطريقه. حتى في النيدر غتجي زوينه زوينه بزاف كاع. وتناخذ الخليط بحال الطريقه حتى كيتغطى كامل، حتى كيتغطى كامل. تغطى كامل. من بعد تناخذ شويه ديال لاشابلوغ، ولا الخبز كيكون شاط عندكم ما بغيتوش ديروا لاشابلوغ خليوها هكاك مجموع، تنشدوه وتنبقاو ندريوه من الفوق، تعطينا ديك الكريسبينس، تعطينا ديك القرمشه وكيجي هائل. وندخلوه للفرن واحد المده ديال 15 دقيقه لا غير، وغادي نوريكم كلشي طايب، وغادي نوريكم الشكل النهائي من بعد ما ندخلوه للفرن. تنحطوها، هذا عشا مخير، عشا مخير للدراري الصغار، جديد ومفيد وتيجي كما شتي معلمك، ساهل وما تياخذش الوقت بزاف. اكسل والاعشاب كعطات الريحه ديالها تبارك الله. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه شوف هذه، شكرا لك باسم كل السيدات اللي كانوا تيفكروا شنو غيديروا العشاء اليوم. اكيد غادي يطبقوا هذه الوصفه، هذه سهله ولذيذه بزاف. تيقوا بيا نمشيو اللحظه مشاهدينا للفقره المواليه، فقره الجمال مع غزلان كوار. إذا غزلان كوار اليوم المكياج مات، هو اللي دارج موضه هاد السنه 2016 دونك خرج المكياج مات، ومن غير المكياج مات خارجين حتى لي فيرني مات. مات واللي عجيب في الامر سميره السيدات الا ما لقاوش الفيرني مات، يعني كنهضروا حتى المدن يعني الصغرى، خرجوا دي فيرني اللي يمكن لك تحطهم. انا غندير لك ديمونستراسيون هنا، درتها في يدي انا. الوغ هنا درنا الفيرني اللي ابخي يعني من بعد من اللون، درنا هذا اللون شفتيه دابا كيف داير بغيه. غندير لها غير كوش خفيفه من هذا الفيرني، وغتشوفي بان غيتحول من بغيه المات بحال هذا، غادي يرجع مات من البغيه ولا مات، وغير ب 25 درهم. لا غلا لا لا غلا مسكين، يمكن اي لون عجبنا ما لقيناهش في المات نرجعوه مات مات. دونك هذه الحيله الاولى. ثاني حاجه المات، شنو الفرق ما بين المات والبغيه؟ البغيه دائما حاجه اللي كتبري اللي فيها اللمعه كتعطينا لو فوليوم، كتعطينا الحجم اكبر. وبالنسبه لي فارا بوبيغ اللي كيكون اللون ديالهم بغيه، ولا لي روج ا ليفغ بغيه، كيعطيو الشفايف كيبانو اكبر، يعني الحجم ديالهم تيكون اكبر، وحتى السيده كتبان اصغر سنا. وتوسكي بغيان كيعطي داك لي في بون مين لي في جون. بما ان دارج المات، انا يمكن السيدات كيفاش يماتيفيو لو تان، يعني ان فون دو تان مات صعيب نلقاو فون دو تان مات، واخا يكون مات من بعد ساعه او ساعتين كيبدا الوجه ديالنا تيبري بحالي انا هكذا. دونك كيفاش يمكننا نماتيفيو؟ سهل، غير بون بودغ ليبغ، لا بودغ ليبغ هي اللي هكذا كتكون بحال الطالك غبره، وغادي نديروها على البشره كامله فوق من لو فون دو تان،
وغادي نديروه حتى على الشفايف سميره، حتى باش الاشفر احمر الشفاه ملي نديروه حتى هو يشد لنا مده اطول، واخا يكون بغيان غادي يرجع مات. دونك غنديروا لا بودغ بحال هكذا، حنا سبقنا وربحنا الوقت وضعنا لو فون دو تان ديالنا. دونك اون فا ماتيفي لو تان، الا كان بغيان غادي يرجع لينا مات بهذه الطريقه هذه. حاجه واحده اخرى سميره اللي ذكرنا يوم الثلاثاء هضرنا عليها هما هاد لي باتش. اييه انا غندير لك ديمونستراسيون لانهم ساهلين وغادي يعجبوا دابا لي جون في المراهقات. هادو كاينين في فارماسي، الصيدليات، في الصيدليات. دونك انت تكون عندنا شي حبوبه بحال هكذا كنجيو كنحطوه فوق منها وغادي نوضعوا لو فون دو تان ديالنا ايفوار ميديوم. دونك فوق منها كنوضعوا فوق من الحبوبه ياك، وغادي نرجعوا نوضعوا لو فون دو تان ديالنا. شفتي بهذه الطريقه هذه فوالا، نبقاو نتابوطيو بحال هكذا حتى كنغطيو كومبليتمون داك الباتش ديالنا ما يبقاش ترونسبارون، كيرجع قابط اللون ديال لو فون دو تان. وحتى هو غادي نرجعوا نوضعوا لا بودغ فوالا. دونك هذه حيله بالنسبه للسيدات اللي بعض الاحيان تتفيق في الصباح تتلقى واحد لا سوربريز مفاجاه ديال ان بوتي بوطون طال ياك سميره. اييه كلنا تنوقعوا فيها خصوصا ملي كتكون ملي تكون عندك شي مناسبه تنعرف بان العرايس ولا كاش عندنا ان تورناج ولا شي حاجه ما تتبقاش ترجع تخي لي في تخي تخي ناتوريل. من بعد شنو اللي غادي ندوزو؟ ندوزو لي فارا بوبيير. الوغ لي فارا بوبيير ناخذو لان شفتي الالوان دارجه موضه هاد السنه الالوان ترابيه صحيح. دونك انا تيعجبني نخدم، انا حيت البانسو تيعجبني نخدم بالاي الصباع ديالي. الوغ الالوان اللي بحال هكذا لا كولور بيج دائما السيدات يكونوا حفظوا معنا بنات انا نتبع معك من لهي حيت ما نقدرش نشوف معك. مرحبا غادي نوضعوها تحت من الحاجب ديالنا وانا بهذه الطريقه. وبما ان غنديروا دابا ان ماكياج دو جوغ غادي نديروا الوان اللي هي فاتحه اللي يمكن السيده تمشي بها العمل ديالها تخرج يعني الطله ديالها غادي تكون طبيعيه. وانا غناخذوا اللون اللي هو بني غامق شويه هو اللي غادي نوضعوه على هاد لا بوبيير موبيل. حل عينيك، حل حل فوالا. وغادي ندير لها واحد القلم لمسه خفيفه فوالا من كريون ستينك. غنديرو لو كريون ديالنا حتى هما لي كريون سميره كاين فيهم كان في الصيف كنخرجوا لي كريون اللي هما ان بتي بو ايريزي، ما دابا في 2016 وخصوصا في هذا الفصل الشتاء نزعموا على لي كريون بحال هكذا اللي حتى هما مات. حل عينيك مات تيجيو حتى انهم كيتبتوا لمده اطول. ومن بعد غادي يجي الدور ديال الماسكارا في ستينك الماسكارا ديالنا غنديرو لو فاراجو غنصوبو نص ونص الاخر باش السيدات يشوفوا الفرق فوالا تخي ناتوريل. ومن بعد غنجيو نديرو ان روج ا ليفغ اللي هو لا كولور ديالو تخي ناتوريل ان روز تخي بال وحتى هو مات. سميرة السيدات دابا اكيد ملي غيبغيو يخرجوا يديروا الشوبينغ ديالهم في الماكياج غادي يعرفوا شنو يشريو وشنو دارج موضه،
باش يمكن لهم يكونوا متألقات وجميلات ودائما على الموضة بأثمنة فريمون مناسبة وحتى بالطريقة اللي هي صحيحة. فوالا الصحة والراحة. وأنا غنكمل لها العين الأخرى سميرة على ما استقبلتو الضيف ديال ليلى الشوي ياك؟ هي ضيفة غيزلان كوار وبالذات يا سميرة بالحاج اللي من ورانا اليوم في بلاتو صباحية دوزام غادي نتعرفوا على الجديد ديالها وعلى الأخبار ديالها بعد قليل مع ليلى الشوي. خليكم معنا. هي فنانة تبتات النجومية ديالها ماشي غير في المغرب بل خارج المغرب كذلك. ليلى الشوي نخليك تقربينا أكثر لسميرة بالحاج اللي أولا تنهنئوها على الولادة ديالها ديال لالا ساندرا ياك. مع تحياتنا لسيلين طبعا باش ما تكونش لا جالوزي. بنوتات بجوجهم الله يخليهم لك. إذا فنانة مغربية استطعت أنها تثبت مكانتها وحضورها وعذوبة صوتها، كاتبة وملحنة أيضا. سميرة الحاج حنا سعداء جدا جدا باستضافتك اليوم في صباحيات دوزام. شكرا ومرحبا بي عندكم وهذه داري ثانية وأنا فرحانة جدا بهذا اللقاء اللي جمعناه بعد غيبة طويلة ونتمنى انه يكون لقاء خفيف على قلوب المشاهدين. غادي نرجعوا للغيبه الطويله اللي غبتي علينا بها ولكن بغيت نقول بانك انت مغربيه من مواليد مدينه الدار البيضاء من جذور ريفيه وغادي نرجعوا للريفيه حتى هي. اذا الحب ديالك للفن بديتي وانت صغيره بزاف، تربيتي في عائله كتحب وكتعشق الميدان الفني، تعرف عليك الجمهور اكيد من خلال برنامج استوديو دوزام، توجتي بجائزه احسن صوت في المهرجان الديني لسنه 2000 وعندك مجموعه من الاعمال اللي تشهرتي بها داخل وخارج الوطن. انا غادي نرجع ونسولك فين غبتي علينا اولا، فين هاد الغيبه هادي؟ علاش ما كنشوفوكش على الشاشه المغربيه؟ هذا سؤال مهم قبل ما نجاوبك عليه. هو انا كيف قلت لكم في الاول انا بنت هاد الدار من سنه 1997 في نجوم الغد، يعني تربيت فنيا في دوزام في القناه الثانيه والحمد لله خلقت واحد العلاقات كبيره فنيه في الميدان الفني وانا حاضره. يعني اي انسان يمكن في العالم كله يقدر يقول لي تجي تغني غنمشي نغني لان الغناء هو واحد الحاجه اللي كيف قلتي منذ الصغار. انتم عندكم وراثي الغناء، عندكم وراثي في العائله ديالكم طبعا. وكان تحفظ من طرف العائله في الاول وواجهت واحد كنت كنمشي نقرا في المعهد في خفاء يعني مده ديال 6 شهور ما كانوش عارفين وحطيتهم امام الامر الواقع. فنرجع للسؤال ديالك، انا اي بلاصه فيها شي النسمه ديال الغناء ما تنقولش لا. برنامج سهره يعني رساله واضحه يعني هو اللي خاصو يدير القلي با. لكن واخا هكذا كنعاتبك ونقول لك سميره بالحاج دابا الفنانين ولاو عندهم دي ماناجير دي يعني حتى هما تيخدموا شي شويه تيتحركوا في مواقع ديال التواصل باش يثبتوا الحضور. هذه غير الولاده اللي داتك علينا سميره. لا هذه المساله ديال الماناجمنت باقي حنا في المغرب باقي ما بعض الناس باقي ما فهموش شنو هو المعنى ديال الماناجمنت وباقي بعض المفاهيم خاطئه. يعني بحكم ان الزوج ديالي من لبنان ومن هذا المنبر كنحيي الناس ديال لبنان والعائله ديالو من لبنان، فلما مشيت لبنان لقيت ان عندهم مفهوم مختلف علينا. يعني هما فهموا معنى الماناجمنت صحيح. الماناجر اللي تيدخل في اللبس ديال الفنان، تيدخل في كيفاش خصو يتكلم، الكبيره والصغيره بزاف الحوايج. حنا باقي شويه وصلنا هذا المفهوم ولكن باقي في طور يعني تطور. فمن هذا المنبر كنشكر ماناجر اللي كان ليها الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى باش نشوفكم اليوم اللي هي كاتي. وكان نحيي جميع لي ماناجر لانهم كيبذلوا واحد المجهود كبير اكثر منا في الخفاء. حنا تنعرفوا غير تنغنيو وهما في المجهود ديالهم في الخفاء ونتمنى ان المفهوم يتطور اكثر ان شاء الله. انا كنبارك لك كذلك حاجه اخرى، تكريم اللي كان لك مؤخرا بدار الطرب، شنو كان الاحساس ديالك وانت اونتوغي بمجموعه من عشاق الفن المغربي؟ كانوا اصعب نوعيه ديال الناس المستمعين. يعني لما كتغني اغاني شبابيه وكذا كتكوني ديما ناشطه مع الشباب وهذا، مي ملي تتغني الناس اللي بعقلهم وكيتصنتوا كتكون واحد المسؤوليه كبر. فلما قالوا لي تكريم انا ما صدقتش صحابني واش يعني بحال شي دعابه. قلت لهم واش انا غنتكرم؟ راه باقي ما وصلتش للمرحله. انه قالوا بانه عندهم واحد الصيغه زوينه فاش هضروا معايا، قال لك حنا كنكرموا كل انسان تيعشق الفن وتيغني الاغاني المغربيه والفنيه والطربيه. فانت من ضمن الناس اللي بداوا بالطربي واخا التجأت احيانا بعض الاغاني الشبابيه ولكن بقى الاصل. بقيتي وفيه والاسم ديالك دائما مقرون باللون الطربي. شويه الطربي. فكانت مسؤوليه ما كانتش يعني كانت فرحه تكريم
تعليم و اوميم طون كانت مسؤوليه كبيره عليا، لانه بزاف ديال يعني كت على عاتقك كتكون واحد المسؤوليه اكبر. انا على فمي باغيه نقول لك واحد السؤال، ولكن ما كرهتشك تطربينا بشي حاجه مزيونه، شي حاجه نسمعوها نصبحوا على كل مغاربه بها في هذا الصباح هذا، ونكملوا الحوار ديالنا اكيد، ونشوفوا العمل ديالك الجديد اللي جبتي لنا. نقطه الضعف ديالي. تفضلي. حبيبي على الدنيا اذا غبت وحشه، فيا قمارا قل لي متى انت طالع. حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روح العزيزة صانع. أوا يرى لي يرى وقعقع يا زبيدة، وقعقع يا زمارينو. تبارك الله عليك، دي شمال شرقي للمملكة. نادور شاف الهدير عرفتي راه ناشط مزيان دابا. أكيد سميرة بالحاج اللي ميزك أكثر في الساحة الفنية هي أن عندك واحد التنوع، كتغني بجميع اللهجات، علاش هاد التنوع في الغناء عندك؟ هو من اي فنان غتسولي غيقول لك انا كنت كنغني من الصغر، وهذه حقيقه ماشي يعني. فمن الصغر كنت دائما كنسمع الهنود، كنسمع الاتراك، ما كنتش كنعرف شنو هي ديك الموسيقى، هادشي ماشي ديالنا، شنو هو. بقيت نكبر شويه بشويه، طبعا المدرسه الكلاسيكيه، وليت نشكر من هذا المنبر السي عبد الله عصامي اللي هو كان 5 سنين مرني على العود وعلى الاغاني وهذا، ولكن بقى عندي الشغف للموسيقى الاجنبيه، من ضمنها الانجليش الفرنش مثلا، الخيطانوس، موسيقى كلشي غزاليه. وبديت كنمشي نقلب على التركي على الهندي، علاش هذا، علاش هذه الموسيقى دايره هكا، شنو هي هذه الاله، شنو هي. بحثت في الانترنت، جبت الكلام، جبت هذا وبديت نغني. اول مره غنيت بيني وبين راسي ما اقتنعت، قلت لا واخا انا ماشي هادشي، ماشي هو هذاك. جات الفرصه انه كان فيستيفال ديال اذربيجان اللي كانت دارت نظمته الوزاره ديال الثقافه ديالنا، واصدقاء وداكشي قالوا بان راه سميره كتغني الازاري والتركي، عيطوا لي مشيت غنيت بالازاري. وكانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي انا شخصيا، لان عمري في حياتي ما توقعت انني نغني في دوله ما كنفهمش اشنو كيقول. قلنا شي مقطع منها قبل ما نشرح لك باختصار. هي اغنيه ما كنتش عارفه المعنى ديالها، هي اغنيه جد حزينه. ما خفتيش تقول شي حاجه باش هي خفت؟ لا، مشيت تقلبت عليها، كان واحد السيد، تنحيي السائقين اللي كانوا سائقين في العالم كله اللي تيتكلفوا بالفنانين وكذا، تما في اذربيجان، وسولته قلت لي عفاك اشهر اغنيه عندكم؟ قال لي هي هذه. مشيت قلبت عليها في الانترنت، بصح هذه المكانه حفظتها. هي اغنيه كتهضر على واحد قصه حب بين شخصين، بنت وولد، وكانت مسائل سياسيه، وكانت الحرب وماتت قدامه، وكانت لابسه الرداء الاصفر تقريبا، وهي سميتها ساري جيلين. فكتقول كانت حزينه جدا، وكانت الجمهور كله ترعب وكلشي كيبكي، وما فهمتش انا علاش حتى من بعد. يعني واقفه بلا سميتو. انا غنقول لكم مقطع منها. ساتش نوجو ارمزلر قولو صولو Sarı gelin seni nader sevnader seni nader neyin aman sarı gelin فهمنا غير امان 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 فهمنا فصار يجيني الرداء الاصفر صاحبه الرداء الاصفر ما شاء الله على الصوت وعلى الاداء ديالك اللي غزال حسام ما شاء الله عليك انت عزيزه انت غنيتي الكبار يعني مجموعه من الكتاب المغاربه اللي غنيتي لهم في راسي ديك مجموعه من الاغاني شنو كنقترحي على المغاربه باش يشاهدوا في هذا الصباح هذا لي فيديو كليب اللي نتجتي شنو هما
كان تقريبا 20 قطعه اللي عندي تختلف انواعها، لان بديت بالطربي بديت بقصائد وكذا، ومع مرور الوقت كيتوقع ميزاجوغ الفنان في عقله في الفن ديالو انه كيدير اغاني خفيفه. فالاغنيه اللي انا يعني كنقترحها عليكم في هذا الصباح اللي هي خفيفه وظريفه هي بنت حي شعبي، اللي تنوجه تحيه لجميع اولاد الاحياء الشعبيه، اللي الاحياء الشعبيه اللي عشناها في يعني التشعبيه ديال بصح الفران، الوصلات، الخبز، الحمام، بزاف الحوايج اللي افتقدناها دابا. وتنحيي لان الاحياء الشعبيه خرجت بزاف ديال الناس، لا في الميدان الرياضي ولا الفني ولا السياسي وبزاف الميادين. تنقولوا بنت حي شعبي او ولد حي شعبي. نشوفوا بنت حي شعبي مقتطفات ونرجع لكم للحوار ديالنا مع سميره بن الحاج. جميلة بزاف. أنا بغيت نسولك كيفاش جات الكتابة والتلحين في الحياة ديالك؟ كانت هي وكانت واحد الموهبة دفينة بصراحة، يعني كنت كنكتب الشعر شحال هذه ملي كنت كنقرا في الإعدادي، ولكن كانت محاولات خجولة، ما كانش جرأة بزاف. أول بيبي أغنية ديالي في الميدان الفني كانت هي وعرى بلادي، وكان لي الشرف أن يكون أول أغنية كتكتب على البلاد، أغنية خفيفة كتقول وعرى بلادي مهما يقولوا تا 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 تا، يعني كلام اللي هو خفيف وميمطون ماشي ما كنخوضوش في تفاصيل ما عندنا بها غرض، تنهضروا على البلاد، تنهضروا على الحاقدين على البلاد باختصار، كنقولوا بأن راه ما عندكم هذا، نتفكر الكلام ديالهم. بلادي هادي مهما قالوا ما نفرط فيها والو، بلادي يا زينة البلدان خيرها ما كاين بحالو، هادشي مصالح ليهم بلادي بزاف عليهم، يعني باختصار ما كتبتيش هادشي هادشي مزيون هادشي. فكانت هذه اول محاوله. كتبتي كنظن لمغنيين اخرين عطيتيهم الكلمات ديالك؟ لعبد العالي انوار كانت عربيه زينه، وكانت عربيه زينه اتذكر، ولكن من بعد بديت كنكتب لراسي لان باقي محاولات خجوله، يعني باقي شي حاجه كنشوف فيها نفسي، يمكن ما كنبغيش نفرض على فنانين اخرين شي حاجات اخرين يقدروا ما يتقبلوهمش، ولكن انا كنكون مقتنعه بداك الشيء اللي كتبت. كانت حسدوني عليك يا بلادي، هي مازال ما خرجاتش حتى هي كنقول حسدوني عليك يا بلادي، كانت ميرسي مشكور اللي كانت مزيج ما بين اللغه الفرنسيه ومشكور اللي ما بين التركيه والخليجيه، حاولت ندخل لهم فرنسي حيت هما مازال ما داخلينش لهم مصطلحات فرنسيه. وكاينه علاش يا امي وعلاش يا بويا اللي تطرقت فيها لموضوع الطلاق، كان لحن تركي وكلماتي اللي كنقول موضوع الطلاق ولكن من منظور الطفله صغيره، كيخليو هي تتكلم علاش يا بويا وعلاش يا امي مشيتي انت في طريق وهي في طريق وانا لمن بقيت، هذا هو المواضيع. الله عليك. سميره بن الحاج انت متزوجه برجل لبناني، هو من الميدان الفني ولا من ميدان الاكل؟ ميدان الاكل سيغ ما كاينش. الشاف ديالنا راه تكلمت معاه قلت راه نفس الميدان. تبارك الله عندك جوج ديال البنوتات الله يحفظهم ليك. انت كنظن بان سبب الغياب ديالك الناس كيقولوا بانك هاجرتي المغرب مشيتي للبنان، واش انت لا مقيمه بالمغرب ولا بلبنان؟ لا انا انك متزوجه بلبناني والزوج ديالي برغم انه لبناني الا انه يحب المغرب حب شديد، ما فهمتش كيفاش حتى وقع واحد كيبغي المغرب بواحد الطريقه. وباش نختصر لكم في الطوموبيل ديالو كاينه رايه المغرب، كاينه مقطوطه رايه المغرب وتيفهم المغربيه
وتيفهم في الاكل المغربي وفي الفن المغربي ويقول لك هذه الاغنيه زوينه هذه يعني بواحد الحب شديد. وهذا اللي تيخلينا نفتخروا حنا كمغاربه ان ثقافتنا وموسيقتنا وجمالنا المغربي والاكل ديالنا طبعا لا يعلى عليه اللي وصل للعالميه الحمد لله. هذا شنو الاعمال الجايه ديالك؟ اكيد غيكون اعمال باللغه الامازيغيه وياك ولا لا؟ غادي يكون اغنيه ريفيه لان فاش كنت حامله في الشهر التاسع الله يخليكم كنت في دغين في صنهاجه منطقه صنهاجه كان مهرجان تما وطلعت للجبل ويعني درت مخاطرات غريبه 9 شهور خاصه فيلا في 9 شهور وكان عندي سفر في السيمانه الاخيره ديال الولاده يعني كانت واحد هذه ما تاخذهاش كنصيحه من صباحيه الدوله ما تبعوش سميره بالحاج لا الحمد لله كنت اكتيف شويه هذه المره الثانيه وكنت دائما متعطشه باش نغني وباش نمشي هنا وما نقولش لا وهنا يعني عندي واحد كانت اكتيف يعني فبقيت غادة في المسار ديالي ولدت وما كملتش واحد تقريبا جوج سيمانات عاود كملت عاوتاني الجوله والنشاطات الى كندا كنا درنا مسيره خضراء في كندا وكانت واحد يعني كان حي الجاليه المغربيه تما كانوا رائعين جدا وان فوا تذكر المغرب يعني صافي كتنتهى النقاشات وتنتهى المسائل فكان واحد الحضور قوي وكانوا فنانين معايا والحمد لله دازت الجوله زوينه وغادي تعاود تكرر ان شاء الله في امريكا وفي الاسبان غادي يكونوا جولات فنيه غالبا غادي تكون نايضه كيف ديما والجديد طبعا غادي يكون اغنيه اللي غادي انتم غتكونوا السباقين لها. مرحبا تبارك الله عليك سميره بالحاج الحديث معك شيق جدا ما سخيناش بك شكرا انها ترجع لنا ان شاء الله بالاغنيه الجديده والامازيغيه شوفوا انا ما كنقولش لا مرحبا لالا مرحبا اي وقت ولقى تختمي لنا بشي حاجه زوينه اكيد صوتك الجميل غادي نودعوا المشاهدين الصباحيات الوقت اللي نقولوا فيه بان المشاهدين عندنا معهم موعد غدا ان شاء الله مع لو بيست اوف صباحيه دوزام لكل من فاتته فرصه المشاهده ديال البرنامج من الاثنين الى الخميس. غادي نتلاقاو يوم الاثنين المقبل مع اسبوع جديد من المواضيع اللي تتهم حياتكم اليوميه. ما تنساوش ترسلوا معنا على صفحه ديال الفيسبوك صباحيه دوزام بوان اوفيسيال. وبهذه المناسبه تنحيي كل من تيتواصل معنا وكانت رساله لغزلان مكوار كذلك بالنسبه للسيدات ديال المشرق السيدات اللي مقيمين باوروبا وكنا اخر مره درجنا وصفات طبيعيه صباغه ديال الشعر وما لقاوش بعد المستحضرات غنواعدهم ان شاء الله قريبا نديروا لهم وصفات طبيعيه لصباغه الشعر ونقول لهم مواد هي بسيطه الفرنسيه كذلك مواد بسيطه لان جاهم بعض المكونات ما كايناش تماك دونك نواعدهم ان شاء الله ان نحضروا لهم وصفات اللي تكون في المتناول ديالهم غدا يوم الجمعه جمعه مباركه وعلى انغام وصوت الصوت الشديد ديال سميره بالحاج غادي نودعكم الى اللقاء تفضلي لاله سميره مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود ما دام الحب بينا موجود وانت منا بسقيتينا سقيتينا باسم المحبه باسم الاعماق وحر الاشواق كنتسناك تسول فيها ترجع علينا يدوب الصمت وتتكلم اغانينا